أطلقت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط قافلة طبية مجانية شاملة لأهالي قرية غرب الجهمة بالقصية تستمر على مدار يومين، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة التي تخدم خدماتها بالقرى والنجوع المحرومة وتقدم الفحوصات الطبية في العديد من التخصصات الطبية والعلاجية المختلفة، ويتم تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المركزية والعامة لاستكمال العلاج وإجراء التدخلات العلاجية والجراحية اللازمة في حالة الاحتياج لذلك. القافلة بتستهدف القرى الأكثر احتياجا، عندنا تقريبا كل التخصصات، جراحة وبطنة ونساء وتنظيم أسرة وأسنان. احنا هنا بنتحرك في القوافل، معنا صيدلية ومعمل مجهز بأغلب التحاليل الطبية، ومعنا وحدة أشعة متنقلة